صباح وياكم اولا، وصباح الخير ولا؟ صباح الخير مي، صباح الخير مشاهدينا. فعلا دائما الاغاني تنطي روح حلوه اول ما نسمعها الصبح، ودائما اكو اغاني ماشيه على متعودين عليها، خلص انه هذه الاغنيه متعودين نسمعها الصبح. اكيد، واهم اهمها فيروز. ننتقل لاهم العناوين ونشوف الاشياء الحلوه اللي ويانا اليوم. من الأطباق الشهية التي يسعى الكثيرون لتناولها في مطاعم ذو خبرة في أعدادها، كبة السراي من أشهر الوجبات الصباحية. ألعاب الخفة والحركة تخطف الأنفاس وتذهل المشاهدين، تقف خلفها خدع وأسرار بعضها بسيطة وأخرى خطيرة للغاية. رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا اليوم محمد منتصر. أفكار لوجبات الصباح مع بكر وهيفاء مباشرة من أربيل. إحياء تراث الموصل ليبقى شاخصا للأجيال المقبلة، هدف أصحاب أقدم محلات العسل والدهن الحر في المدينة القديمة، حيث أعادوا إعمار محلهم الذي يعود عمره إلى أكثر من 100 عام، وأحرصوا على إدخال بعض العناصر الحديثة. رح نكون مباشرة من بغداد في قاعة دائرة الفنون لمعرض عشتار الدولي. أما بداية ويا هاشتاغ اليوم شنو عندنا رولا؟ الهاشتاغ ما هو إفطارك الشهي والمكان المفضل لتناوله؟ يعني الموضوع اليوم كله على الأكل، بعدنا ما بدينا وجعت. ما متريقين عادل. من الدهن الحر للعسل الكبة، يعني اليوم الوضع جدا صعب. هذا الريوق العراقي الصح. بس نكتشفه اليوم أكثر. بداية لليوم أول شيء خلينا نروح للطقس وحالة الطقس، خلينا نشوف شنو الأجواء الموجودة عندنا بالعراق. هالفترة صرنا نقدر ناكل برا، بما أنه إحنا بعدنا على سيرة الأكل ميس، يمكن هسا الناس تحب تطلع برا وتسوي البيكنيك برا، إن كان على الغداء أو على الريوق، فخلينا نشوف بيا مدينة اليوم الجو حلو ونقدر نروح نسوي ريوقنا برا. بداية من بغداد، حالة الطقس ببغداد اليوم درجة الحرارة 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة، والعظمى 21 درجة مئوية. أما سرعة الرياح 2.57 كيلومتر بالساعة و26 نسبة الرطوبة. خلينا بعد نشوف من محافظة الموصل، درجة الحرارة اليوم 16 درجة مئوية، الصغرى 10 درجة مئوية، أما العظمى 17 درجة مئوية، سرعة الرياح 2.3 ونسبة الرطوبة 36%. أما ننتقل إلى البصرة، البصرة درجة الحرارة اليوم 15 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية، والعظمى 21 درجة مئوية، أما سرعة الرياح 3.09 ونسبة الرطوبة 40%. الرطوبة عالية اليوم بالبصرة. خلينا نشوف ختامها مسك أربيل، الطقس بأربيل اليوم 16 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجة مئوية، والعظمى 17 درجة مئوية، سرعة الرياح 1.03، أما نسبة الرطوبة وتفوز بيانا اليوم أربيل 43%. وهذه كانت حالة الطقس اليوم في العراق، الأجواء جدا جميلة. صحيح. وما الأكل يعني، هذا اللي لازم يقعد بالبيت لأن الجو بارد ويقعدون وياكلون. هو شوف حلوة، هي حلوة أن واحد ياكل بالبيت، يحط برا المهم ياكل. فنذكر بالهاشتاج، هاشتاج باليوم بعد الكيو ار كود اللي يطلع على الشاشه للناس اللي متابعه صباح الشرقيه من الاول، متعودين يشوفون ممكن عندي تطلع الكيو ار كود اللي اول ما تطلعون تليفوناتكم، انا عندي تليفون هنا، ايوه، تطلعون الكاميرا مال التليفون وبكل بساطه تسووا له صوره للكيو ار كود، ومن هذه الصوره ياخذكم الى رابط على طول يدخلكم لشبكات التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف شنو الأكلات اللي نحبها اليوم من التعليقات اللي راح نشوفها والوجبات على حسب الهاشتاج. فعلا ميس اليوم الأكلات حتكون كلش حلوة. فقرات الحلقة اليوم جدا حلوة، ومثل ما
قلنا بالبداية أنه المطاعم الأصغر مساحة بالعاصمة بغداد اليوم رح تكون ويانا، وهي الأكثر شهرة لدى البغداديين، خاصة من طبقة المثقفين والأدباء والإعلاميين، وهو يتوسط أهم شارع للثقافة اللي هو شارع المتنبي من أكثر من 7 عقود، وحتى الآن محافظ على طقوسه بتقديم نوع واحد من الأكلات وهي الكبة الشهيرة كبة السراي نسبة إلى سوق السراي القريبة منها. خلي نتابع التقرير التالي من بغداد ونرجع لكم، ويا رب يدزولنا شوية كبة من عندهم. حياكم الله مشاهدين قناة الشرقية وين ما كنتوا. اليوم احنا في بغداد وتحديدا المتنبي، راح ناخذكم ويانا لأقدم وأشهر مطاعم الكبة في العراق. همينا نعرف تفاصيل عنه وهمينا نشوف رأي الزوار بي، تعالوا ويانا. اريد تحكي لنا شنو رايك بالكبه العراقيه وخاصه كبه السراي؟ والله كبه العراقيه مين شبع منها؟ اولا هي يعني طيبه ولحم غنم ممتاز يعني على جميع المواصفات بيها يعني. شو تقولين عنها؟ قولي وانا اجي منك من النجف لهنا على حساب انه اكل كبه، ومو كان ما اكلت وحده كل ثلاثة. مطعم كبة السراي من المطاعم القديمة في بغداد والعراق، مو بس في بغداد. احنا بدينا نمارس في هذا المطعم كبة السراي، نبيع كبة السراي في نهاية الثلاثينات 39 38 هاي بدايتنا في مطعم نبيع الكبة، والحمد لله والشكر استمرينا لحد الآن في بيع الكبة. اليوم هم دين نشوف اكو صور من العهد الملكي للملوك والملكات، همين كانوا ياكلون منه؟ والله والده فيصل الثاني كان ترسل المراسل مالته تاخذ كبه السراي وتاخذ شربه زبيب زباله. أنا قبل سابقاً الوالد كان يجيبنا من كنا صغار، كنت سافرت ورجعت ارتبطت بخطيبتي وجبتها لي أول مرة، لأنه دائماً أحكي لها أن كبة السراي هي تعتبر من أقدم وأشهر الكبة تقريباً الموجودة ببغداد، وثانياً السمعة مالتها شارع المتنبي، فشي يجيب شي يعني. واحد يجي هنا يقلب بالكتب شوف شي يعجبه مثلاً. زين أنت قلت مسافر، ما كل كبة بالدولة اللي سافرتها؟ إيه طبعاً، لكنه مستحيل يعني ما تجي مثل الكبة العراقية، لا طبعاً. فينا عن رأيك بالكبة ما السراي اليوم؟ الصراحة يعني طيبة، يعني عجبتنا يعني طيبة طعم كلش طيب، يعني ثاني مرة يعني بابا أول مرة يجي وثاني مرة يعني قال بابا ذوق لكم إياها يعني. ناسين اليوم هاي اللمة الحلوة، كلش قد تاكلون كبة بالبيت؟ يعني حسب الرغبة، حسب يعني احنا شلون يعني ناكلها بالبيت. زين هذه ليش يعني اليوم كل ده يقول هذه أطيب، شنو اللي مميز بيها؟ الصراحة يعني هو مكانها مميز طبعا، يعني كل كبة لها لمسة يعني حسب المكان يعني.
طبعا رجعنا لكم من التقرير اللي جوعنا كلنا، وقاعد اشوف الهاشتاجات. ما هو افطارك الشهي والمكان المفضل لتناول هذا الافطار؟ يعني وين المكان اللي انت تحب تاكل فطورك؟ انا عندي ويا ماما بالبيت الريوق، يعني يكون لازم هذا. عندك شغل، عندك هواء، لازم الريوق بالبيت، هذا المكان اللي لازم ناكل الريوق. انتوا عندك مكان مفضل لازم؟ هو دائما بالبيت احلى شيء، يعني هو بالبيت حلاوته، هيك يصير له طعم غير، ولما لمت البيت غير شكل. بس احيانا بيوم بالويكند واحد يعجبه يطلع برا يغير شويه. اكيد طبعا. خلينا نشوف من الهاشتاجز اللي انتم حاطيها. بيض طماطه بالمطبخ، بيض طماطه بالمطبخ. طيب. بيض طماطه، احنا عندنا الجبن والشاي اهم شيء. تعرفين بيض الطماطه هاي يعني كبرنا عليها، ولازم تطاول تضل هي نفسها، هي ما تتغير. نفس الترتيب. نفس الترتيب. طبعا احنا عندنا اليوم ضيف جدا مميز موجود ويانا بالاستوديو، وعنده خفه ايد اللي يطير عقلك بها. وهالخفه الايد يعني من الاشياء اللي تبهرني بالعالم، هي تكون خفة الإيد بالأوراق، واللي معروف بها in English it's magic tricks. فأريد أرحب بمحمد منتصر، أهلا وسهلا بك، يلي دائما ننبهر بك وبالحركات والتريكس اللي عندك إياها. أنا اليوم راح أكتشف، راح أكتشف التريكس، وراح أشوف شلون تسويها. كل شيء جديد، أنا بعدني ما شايفه. اليوم راح أكتشف، يعني راح شلون أقول لك، راح أكشف كروته وأقول لكم شلون يسوي. محمد قبل ما تبدأ، لانه انا يعني ما اعرف ايش راح تسوي، بس متاكده انه راح ننبهر كلنا بيك. شكرا. صار لك كم سنه قاعده تمارس خفه الايد؟ 15 سنه دلوقتي. 15 سنه. 15 سنه. وهل كانت هذه بشغف من انت وصغير ولا لا؟ جست بس بعدين، يعني لما كنت صغير كنت بدرس وبشغل حاجات ثانيه في نفس الوقت، بس لما شفت فيلم بتاع الاليزيونيست يعني حبيت الستوري وحبيت كل حاجه في الفيلم ده، قلت ليه انا كمان ما اتعلمش الماجيك. بعدين رحت على النت وصرت بدور شويه بشويه لغايه ما اتعلمت. شو اللي حاب تبدي اليوم فيه؟ حاعمل لكم سم تريكس، يعني اختصاصي هو الكروت. اوكي. هنعمل سم ماجيك. اوكي، بلاي فيديو؟ يلا. ان شاء الله. حركز، ها؟ ركزي. يلا. حمار الكارت، اختار اي كارت. اختار اي كارت؟ الكارت اللي انت حابه. يلا راح اختار هذا. حتشوفيها تشوفيها لهم الا انا اشوف قاعد ثاني اسوي كلوز اب بس على الكارت هنا. اوكي ماشي حال، حفظته انا حفظتها من يلا ايش حطيت اقول رجع بيدك. اوكي ايش خلطتي؟ راح اخلط. يلا تعرفين تخلطي؟ طبعا خلطي. يلا اوكي خطره. راح نخلط بحيث انه خلص يتيه بالموضوع مستحيل يلقى. هنحاول. يلا الله يعينك على هالخلطة. هاي خلطة سحرية. أساعدك شوي. هلا. أنا أقول الكرت بتاعك لونه أسود. المخرج يقول داخلين زوم بالكاميرا كل شيء يبين. يا ويلك يا محمد يعني مستحيل. بليز. ايش قد ما تقدرون فوتو زوم اليوم؟ اوكي يعني هو ده كرتك؟ لا؟ لا. أنا أحط الناين أوف سبيدز هير. اوكي هتحط عليها ايدك كويس. أخذ؟ هي دي؟ لا انا بالكارت ده حنادي على الكارت اللي تحت ايدك. يا يي. لا راحت عليكم السالفه. يعني تحت ايدك انا؟ لا شو صار؟ مستحيل. لا مستحيل، هذا هو الكارت. هذا الكارت. او ماي جاد. هاي شلون؟ راحت علي. لا زوم ولا هاي بعدنا بالبدايه. حتى الزوم ما نفع وياكم اليوم حتى تكتشفون السالفه. ما فادك، مخرجنا ما ضبطت وياك الزوم. دورك ماشي؟ دوري؟ اختار كرت. اوكي اقعدك. يلا اي كرت. لا يمكن ايه صحيح. لا هي ايه ما ادري شو بدي اشوف الشاشه. شفتوها حفظتوها؟ اوكي اوكي عندي ذا نجيبها. يلا خلطي. خلينا نخلط عدل. الظاهر ما يفيد وياك الخلط انت. انا في نفس الوقت ممكن ابعت رساله لصديق بس اسالها. اوكي هسه مشغول على التليفون. مشغول على التليفون. عجبتكم الخلطه؟ حسدت نفسي. يلا هاي بعد خلطه واظن هي تكفي. لعبة الورق يقول لي That's good shot actually.
تفضل. خليها انا عايز اقول لك بس حاجه، انت لما كنت بتخلط الكرت انا بعتت رساله لصديق. ها اليا؟ لا بعتت رساله لصديق. بعت ممكن ابعت رساله لصديق عشان صديق اللي هو ده. اي ثينك هيري. لا لا لو لا كان لا. الكرت ده هو كرت. لا مستحيل هتخلي عندي. ممكن تسوي مستحيل. لا شوفوا 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 مستحيل طلعها من التليفون. انا ترى قاعده اسمع الضحك من برا. تعرف بدي اسمع الضحك هم متفاجئين. مستحيل. زين ايه صدق على فلوس ممكن تمشي يعني نقدر نعطيك المك. المخرج يقول له عطيناك الف. عشرين الف. لا نعطي صورة الالف يعني صورة وتطلع صدق هالشكل. اي اي تي ام يطلع اي تي ام. هذه الشاشة خلالك اخليها هدية. خليها ذكرى. هاي ذكرى. ذكرى الميس هذه ما راح انساها طلعها من التليفون بعد هاي شلون ما اعرف. عندي سؤال محمد. يعني تاخذ وقت انه واحد يتعلم هذه الخفه، هل هي انه هوايه؟ هل هو شيء ممكن يتعلمه؟ هل لها تكنيكس معينه؟ هي كله على حسب الشخص، يعني اول مره كانت لي كهوايه. بعدين عشان تتعلم لازم وقت، يعني براكتس 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 براكتس، يعني مو ساعه ولا ساعتين ساعات. طب حد علمك ولا انت؟ تعلمت لوحدي على النت. اوكي. بس بنزل فيديوهات وبشوف. بشير فيديوهات على النت وبتدرب لوحدي في البيت. أوكي. يعني كانت شويه اصعب، بس لو عندك عزيمه عشان تتعلم، يعني لما بتحب الحاجه وعندك عزيمه ليها بتجي سهله مع الوقت. اكيد الصبر وعزيمه وممارسه بتجي اي حاجه سهله بعد. مستحيل اقدر اتعلمها هذه. بعد اللي هو اللي شفته اليوم يا محمد انه ماكو شيء مستحيل تتعلم لوحده وبالبيت وعلى النت. وماكو اعذار، ماكو شيء وقف بطريقه. فيعني ابداع وانت لسه بادي، يعني بعدك بعد عندك لسه ان شاء الله. بس عن زين اذا انا انبهرت انبهرت. انا هاي طلعت من التليفون ما توقعتها، كل شيء توقعت انه ممكن تطلع من هنا صوره، بس انه تطلع من التليفون. انت لاحظي اللعب بدها تطلع تدريجيا. يعني عندنا شيء بعد ممكن. يلا اوكي يلا. اذا هذه حتكون اخر لعبه. اخر لعبه. هل هذه اقوى واحده؟ في كثير صراحة، يعني ما بميزش بينهم كلهم. احنا طبعا نتمنى تكون ويانا طول الحلقة لانه ما راح لا يمل. بس مضطرين ناخذ اخر لعبة هسه. فاختار لي اللعبة اللي انت او خفة. هي مو لعبة. انا حامل كذا المرة دي. اختار اي كرت بس بعينيكي. يعني حتشوفي كرت جوا الكروت. عيد. اوكي. اختاري. لا حاملك دلوقتي وخذي. ركزة. اوكي. اختاريتي؟ اختاري. وشوشيني اشوفك. وشوش. اوكي انا بس نعرف شنو الظاهر. هم سمعوا بالمايكروفون. ايه اسمعوا بالمايكروفون. انا حسأل الكرت لونه احمر. لا مش كذا. انا حوريك يمكن هو ده كرتك. لا مش كذا. طيب اوكي الكرت اللي اخترت اللي هو ايه؟ شو اللي اخترت هو؟ الكرت اللي اخترت يعني خبرك عليه. الاي اسود. الاي اسود اللي هو الاي ايس ايس سبيدز. كلوبس اور سبيدز. سبيدز ولا المشجر ولا ال لا ال سبيدز. سبيدز. اوكي اوريك كده. في عندنا ايس اوف هارت. اوكي. ايس اوف كلوبس. اوكي. ايس اوف دايموند. اربعة. ايس اوف سبيدز. ويتش وان؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ كلنا اسود. دول اللي عندي السودين. انهي واحد؟ ذات وان. اوكي. ايس اوف كلوبس. اوكي. اوكي. هير اتس يور كارد. اوكي. هير اي هاف اونلي 1 2 3 كارد. اوكي. اي بوت ذس هير. اني واي الكارت بتاعك عندي كم كارت؟ أربعة. 2 3 4. اوكي. وما عنديش مكان اخبي فيه الكروت. اكيد وين؟ حنروح بشويش. هي دي كارتك؟ لا. مش كده؟ لا يعني مش موجودة معاك. هي وين راحت؟ وين راحت؟ مش هي دي ولا دي ولا هاي. مش موجودة معاهم ابدا. عشان الكروت باربعة لازم اللي تمسك بيهم، يعني كده اربعة بيهم حيكونوا ايس اوف كلوبس. وات؟ مش هي دي؟ لا. شور؟ لا 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 انا عيوني دخت دخت دخت. لا لا دخت. And this is your. هي؟
وين صارت ورقة واحدة؟ لا 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 صارت بس هو ما أصلا ما كان موجود الكارت بالأربع الكروت اللي موجودة أصلا ما كان موجود. لا وغير هيك شوفنا إياها أربع مرات. It's magic. يعني معنا شربة ثلاثة قهوة اليوم ميس بس. أني دخلت ويا نادي أهلا وسهلا هيفاء ويانا بالاستوديو صباح الخير. صباح النور ميسور لا. شلونكم؟ احنا زينين الحمد لله. ما ادري اذا شفتي خفه الايد اللي عندنا بالاستوديو راحت عليك ولا اذا تقدرين تشوفين كان لعبناك ويانا. شفت شفت وكلكم متفاجئين. انا لو موجوده وياكم كان ما صدقت فيه بصراحه. يلا ميسور لا حابه اسالكم بما انه احنا اليوم عندنا هاشتاج شنو الاكله المفضله عندكم لازم تكون موجوده بالريوق وين حابين انه تاكلوها فشنو الاكله مالتكم المفضله؟ الاكله المفضله عندي دائما الريوق والريوق مال ماما اللي هو الجبن والشاي ويعني اذا تحبني تحبني كلش هذاك اليوم او اخوي جاي من السفر تسوي لي البيض وال شو يسموها هذه نسيت اسمها راحت من بالي لا ويا الخبز المقصر يعني من الشغلات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده بالريوق بالنسبه لك اللي هو الجبن والشاي ضروري والبيض, والبيض. رولا انت شنو؟ انا اكثر شيء يعني هذا الاحتفاليه الكاهي والجيمر يعني دائما دائما خصوصا ريوق دائما كاهي جيمر. انت هيفاء شنو اكلتك المفضله؟ العراقيين اللي عايشين برا العراق دائما يفضلون ياكلون الجيمر والكاهي صح احس يفتقدون هذه الاكله ومشهوره هنا كلش بالعراق بالضبط تجيبين لها وياك انا قاعد احكي وياكم مبكر استغل الوضعيه وبلده ياكل تشوفوها لا طالع يمكم يعني اتمنى ان تكملون هذا الحوار الشيق لان انا دا اريد يعني استفيد بالحوار استغل الوضع يغمس هنا عندنا اكثر من وجبه بنات طالعه يمكم تشوفوها هذا الريوق العراقي خلينا نقول المعروف هنا لازم تكون موجوده ويا الوجبه اللي هو البيض واللبنه والخضروات والاجبان واهم شيء التوست الموجود هنا والشاي تشوفوا بنات هذه الاكلات المفضله انه لازم تكون موجوده بالريوق عندنا احنا بصوره عامه هيفاء هيفاء اي اي يلا بنات اسولف وياكم حتى بكر ياخذ راحته بالضبط انا كلش مستغربه انا اعرف بكر دائما يحب يشاركنا بالكلام اليوم زين انت تحكي وياهم زميلاتك هلا ورولا وميس شلونكم؟ الف عافيه بكر الف الف عافيه طبعا احنا الله يعافيك والله انا كنت مستمتع صراحه بالحوار الشيق اللي كنتوا تحكون به اللي كنت ماخذ راحتي يعني لكن هسه هيفاء قاعده ترجع الكادر علي فتقيدت شويه هسه انت لازم تسالوه شنو اكلتك المفضله حتى انا استغل الوضع من يجاوب اظل اكل راح نطول السؤال احنا راح نطول طبعاً السؤال طبعا نشكركم ميس ورولا احنا يلا يلا طولوا لا خليه يسيلوه بكر بكر قبل شوية قبل شوية طلع الكرت مال الورق اللي عندنا محمد موجود عندنا بالاستوديو طلعها من التليفون أنا نفسي أسأله إذا يقدر يطلع لي هالأكلة اللي حاطها قدامك الدبس والراشي والكاهي بكي طلع لي اياها من التليفون ومن التلفزيون حتى نطيق ممكن أخليه يختار كرت من هاي صعب هاي ما تصير أقول لك ما دام قاعد تاكل تريد تختار كرت من التلفزيون الدبس والراشي نلعبك لعبة سريعة كارت هيفاء هيفاء وبكر اختار كارت اي اي اختار كارت يلا ماشي يلا ويانا ويانا يلا, يلا نختار وياكم اوكي هنا عندنا علبة الكارت ماشي ده تشوفها تقدرون تشوفون الشاشة لا انت حكونا انت حكونا المفروض هسه بين زين اقدر اختار عشوائي لو لازم اشوفه انا حسأله وبعدين اوكي راح يسالك راح يسالك هسه اوكي اوكي يلا هنا عندي علبه كارت ماشي الكروت كلها عاديه بس انا حاطط كارت واحد مقلوب انا حاطه بايدي يعني في بس كارت واحد اللي هو مقلوب ماشي اوكي انا عندي احساس ان انت حتعرف ايه هو الكارت اللي انا حاطه مقلوب يعني دلوقتي في كروت كتيره بتدور في دماغك عندك احساس انه مش متأكد الصراحة شنو؟ متأكد ومتأكد همين؟ متأكد انك حتختار الكارت اللي انا حطيت مقلوب
جبت على الثقة بي منين؟ أنا كارت قدامي يمكن ما أعرفه. This is the check. أوكي دلوقتي أنت عندك كرة كتير. أنا أقول اللي بيدك أيس 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 كلوب. أيس أوف كلوبس. You said Ace of Clubs is the same card what you chose before. Are you sure? متأكد؟ إي. يلا. متأكد. إي. أنا طبعاً يسألكم متأكد وأنت صح؟ إي ببالك حتى يبدله ويطلع على Ace Club ما أدري شنو. هاي ملاعب العيد. المهم يلا أوكي. لا لا عيوننا يمه عيوننا يمه أنا كنت أشوف. هنا عندي كروت كلها عادية. ماشي؟ وعندي بس كارت واحد مقلوب. اوكي. اوكي. في وسط الكروت كلها العادية عندي كارت واحد مقلوب. قلت الكارت اللي هو؟ ممكن تعيد الكارت اللي اخترت؟ ايس اوف كلوب. مستحيل. لا 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 مستحيل. مستحيل. خطية صدر. هذا لحظة 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 أنا اللي عرفت الكارت وما له علاقة بس شو طلع هو قال الكارت وأنا عرفته أنا أنا صفقوا لي هو شو العلاقة برافو برافو محمد يعني بصراحة أنت سويت لنا جو جدا جميل وريد نشكرك على تواجدنا تواجدك ويانا بالاستوديو وطبعا للناس المشاهدين تقدرون تتابعون صفحته على الانستغرام حتى تشوفون كل خفة الإيد اللي يسويها شكرا لوجودك ويانا بكر بعد مصدوم ونصفق لك بس بصراحة أنا بعدني في حالة الأجواء شكرا جزيلا نشوفك على خير شكرا الذهول لا سويش سحر تيمة يلا يعني هاي خفة الإيد شو الكارت اللي موجود بإيدي اثنين شفتي طلعت سبحان الله عن جد ساحرة فظيعة شفتي خلاص أبهرتيني من الصبح صباح الخير تيمة صباح الورد صبايا شو رأيك بالفقرة اليوم والله حلوة استمتعنا فيها كتير جوا عم نشوفكم كيف عم تلعبوا مبسوطين كنتوا وانت حاليا رح تبسطينا بالأخبار يعني هلا بدي ازعجكم هلا بالأخبار وبعدين ترجعوا لل لازم يكون خبر حلو آخر شيء إن شاء الله ما بعرف خلينا نشوف والآن مشاهدينا إلى موجز الأخبار ومع الخبر الأول مجلس النواب الأمريكي صوت لحث نائب الرئيس مايك بينس على بدء تفعيل التعديل 25 للدستور الأمريكي لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل أنه لم يفعل ذلك ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية من جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولات الديمقراطيين لعزله بأنها سخيفة للغاية وتمثل تصعيدا غير مسبوق في تاريخ السياسة وقال في أول ظهور له منذ أعمال العنف في مبنى الكابيتول أن إجراءات العزل ومحاولات محاكمة الرئيس من قبل الديمقراطيين سيتسبب بغضب هائل وكثير من الفوضى إلا أنه لا يريد عنفا
ناشطون في الموصل يطلقون حملة لحث المواطنين كافة على تحديث السجلات واستلام البطاقة البيومترية لقطع الطريق على المزودين، وانتشرت فرق المفوضية في أكثر من 140 مركزا بالإضافة إلى فرق جوالة. وفيما يخص الطب، تمكنت الشركة الفرنسية كارما من تطوير قلب اصطناعي الذي صممه البروفيسور ألان كاربنتل، وقد حصلت الشركة الفرنسية التي طورت هذا القلب على علامة الشهادة الأوروبية، حيث صرح المدير العام للشركة ستيفان بياتا بأن هذا الإنجاز هو ثمرة ما يقارب 30 عاما من البحث، وأضاف أن هذه القلوب هي للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب المتقدم والذين ينتظرون عمليات زرع قلب، مبينا أن تكلفة هذه القلوب سرية لكنها أعلى من 150 ألف يورو. انطلق معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، أشهر ملتقى سنوي للمنتجات الإلكترونية الموجهة للعامة وشركات التكنولوجيا الناشئة، بنسخة افتراضية بالكامل بسبب جائحة كورونا. ووصف القائمون على معرض بأنه أو على معرض CES بأنه تجربة رقمية بالكامل، ويركز المعرض في دورته هذا العام على العديد من التقنيات من ضمنها الشاشات التلفزيونية، الذكاء الاصطناعي والأجهزة المنزلية وطائرات بدون طيار، وأيضا الابتكارات الطبية. تبرع محمد صلاح اللاعب الدولي المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بتركيب شبكة خزان أكسجين كاملة بمشفى بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأسي في مصر لمحاربة انتشار فيروس كورونا. وأسس محمد صلاح جمعية خيرية بمسقط رأسي تتولى تقديم أعمال خيرية يقوم بها اللاعب لأبناء القرية، ومنها توزيع رواتب شهرية ل 450 أسرة. في ستوكهولم بدأ المشهد غريبا للوهلة الأولى، حفل جوائز نوبل الذي ينتظره العالم أو العالم يأتي بهيئة جديدة مختلفة تماما على الطريقة شبه الافتراضية، إذ تسلم الفائزون جوائزهم في منازلهم ومقارهم الخاصة بسبب فيروس كورونا، بينما شهد مقر الحفل تواجد محدود وفرقة موسيقية كاملة على الطريقة شبه الافتراضية، إذ تسلم الفائزون جوائزهم في منازلهم ومقرهم الخاصة. سيقترب من الأرض بعد يوم أو يومين كويكب إلى مسافة 8 ملايين كيلومتر، وقد كشف مختبر الطاقة النفاثة التابع لناسا مسار الكويكب المذكور، ويعتقد أو يعتقد الفلكيون أن هذا الجرم الفضائي لن يقترب من الأرض إلى مسافة خطيرة، حيث سيبتعد مساره عن الأرض 8 ملايين كيلومتر، إلا أن العلماء أدرجوه على قائمة احتمال الكواكب المهددة للأرض. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذا الموجز والعودة إلى الصبايا. تحبين الكواكب؟ ما حبيت كثير أنت الخبر، ما تحمستي، ما شفتك هيك لا تحمست، بس أنه حسب دراسات الكواكب أنه نعم. في ضغط على الطاقات و... نعم يعني نعم. ما ندخل بهالدباجة بس يعني لا مو كلش تيماء اليوم لازم تحسني لي بعتذر منك. بكرة خلاص انتظروني بكرة لازم خبر، يعني أنا أنتظر آخر خبر خلاص والله بكرة لازم هلا بحكي معهم بتفاهم معهم على آخر خبر. يعطيك العافية صبايا. شكرا لك تيماء، يعطيك العافية. نقرأ لكم كم هاشتاج موجود عندنا من تفاعلكم ويانا على شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص انستغرام. اكو تعليق انه شنو اكلكم المفضل وين؟ بيض وطماطم بالمطبخ، اكثر الناس قاعد تحب البيض والطماطم، وهذه من اكل المفضل عندي بس بدون الطماطه، يعني بس البيض بحته ويا جبن. احلى شيء، يعني انا دا اشوف الناس فايتينها من موضوع المخلمه، دا اشوفها وتصور المخلمه بس عندنا اكثر شيء بالعراق، يعني خلطه المخلمه. بعدين هنا حلوه هذه يم بيت اهلي يم امي واخواني، يعني فعلا لمه الوجبه او الاكل هو انه يجمع العائله مع بعض ويجمع الاسره مع بعض، طعمتها غير. وشنو بعد عندك هاشتاج؟ هيفاء بعتهم بده ياكلون لو خلصوا. هيفاء يعني هيفاء بكر بكر الظهر مسح الاكل مسح راح ياخذ غفوه. احنا بدنا نشوف الشاشه، ما ادري اذا الناس قاعده تشوف ولا لا، بس بكر نام. هلا صباح الخير بكر. صباح النور.
بكر شبع ما احكي لكم بنات. انا هسه مستقر. هسه تسولفون ما تسولفون عادي بالنسبه لي. طبيت من هنا طلعت من هناك. هم خطيه جايبيه على مود التصوير على اساس انه ريوك حتى يصوروه ما ادري قبل ما يقول اصلا كيو انا خلصت الاكل كله. بالعافيه. والله لو يسوون لنا شويه زوم على الكاميرا خلينا نشوف الطاوله شو مسوي بيها. ايش بقى ايش بقى منا؟ يلا خلينا نشوف الاطباق. هو اكل الفول. انا اكلت فول واكلت بيض الاومليت. لانه يعني انا من عشاق البروتين صراحه، البروتين النباتي والحيواني. بالعافيه عليكم بالعافيه، خلينا نشوف شنو الفقرات الموجوده عندنا اليوم. الله يعافيكم بنات. اليوم ويانا شيف راح يقعد يسولف لنا عن الاطباق وعن انواع الريوقات وكل هالامور. وراها عندنا تقرير ان شاء الله. وراها تقرير وبعدها نرجع لكم. يلا باي باي. يلا تفضل شيف. راح نسالها عن الاكلات الاساسيه اللي كل الناس يطلبوها. صباح الخير. صباح الخير شيف، شلونك؟ شو اخبارك؟ حابين بالبدايه نسالك شنو الطبق الاساسي المفضل عند الناس ودائما من يجون يطلبوه بالاسم؟ هي البيض الاومليت يعني وشوربه العدس. شوربة العدس. شوربة العدس. صدق ما جايبين لنا شاي ما شفته. والاجبان. ذاك الشاي. لا اي صدق هذا الشاي. والاجبان. اجبان عربية. اوكي. وهذا الريوق بنسميه نحن الانترناشونال. هذا انترناشونال، يعني كلها تاكله. ايه هاي الانترناشونال لأنه فيها الصوصاج وفيه مش بوتيتو وال اها. ايه. زين شنو الأطباق اللي غير هذني اللي موجودة بالريوق ممكن تنزل؟ في كثير أشياء مثلا عندك شوربة العدس تنزل. في شوربة الشوفان. اوكي. شوربة شوفان؟ ايه. جديدة مع الحليب. اها. هم دائما يطلبوها الناس لو يفضلون العدس بمكانها. لا العدس. العدس أكثر. العدس أكثر. وبالشتاء أكثر شيء لو بالصيف يطلبون العدس أدربية لأنه هي تدفف أكثر شيء بالشتاء. نعم. أكيد. طيب شيف يعني حسب خبرتك بهذا الموضوع، هل تشوفين أنه الشخص إذا أكل بالبيت ريوق ياكل اكثر لو لما يقعد بمطعم ياكل اكثر؟ والله بالمطعم بياكل اكثر. بالمطعم ياكل اكثر، شنو السبب؟ ممكن انواع لانه مثل في عندك كرواسون، في عندك مثلا الخبز، ممكن في انواع كثيره تختلف يعني مثل هسه هذا الصمون والتوست بصوره عامه احنا بصعوبه يعني نسويه بالبيت، فلهذا السبب انه يجون هنا دائما يفضلون الاكل الخارجي. فشنو بعد اكو طبق اساسي ممكن الناس انه يطلبوه ومثلا بصعوبه انه تسووه او صعب يعني اكلات العراقيه دائما احنا لا مو انه صعب بس باقي له بالدهن وغيرها. أيوة. مثلا في عندك المشروم كمان بيطلبوا الفطر بيطلبوها كثير. في الجيمر والكاهي بس هلا مو موجود على الطاوله كمان بيطلبوها كثير. الطحينيه بالدبس. اوكي زين اكو شغلات اساسيه يطلبوها مثل ما ذكرت اكله اساسيه كل العراقيين يعني يعرفوها دائما يطلبوها بكل مكان يروحون يتريقون به اماكن عامه فنادق كذا حتى الاماكن الشعبيه طبعا هي اكثر شيء الاماكن الشعبيه يسوون هذا الطبق. الباقله بالدهن تسووها؟ والله مو كثير بس نحن اكثر شيء بنعمل الفول المدمس. اوكي لانه باقله بالدهن نسينا انه نذكرها من الاكلات الشعبيه الاساسيه. الاكلات بدها خبز بتنحط فوق منها البيض والفول. صح. تعرفين الوصفه يعني. اقول اكو ناس باكر. المخرج ذكرنا بشغله يقول اكو ناس تريق باكر. تعرفين شنو باكر؟ صح. خصوصي الصبح بكير. دائما لا الريوق مالتهم يصير بالخمسة بالستة الفجر لان ذولا اكثر شيء اللي عندهم يعني شغل السواق مثلا مال التريلات غيرها لانه صح الباتشا من الوجبات اللي تصير دسمه جدا جدا فتنطي باور للشخص لفتره كلش طويله ما يجوع. صح شغله. والشغله الثانيه منبهه يعني تخلي واحد صاحي طول مثلا اكو ناس تسوق 8 ساعات 10 ساعات بطريق يعني خارجي مفتوح فيظل يسوق فيريد يبقى صاحي وما ينام وشبعان فهي تبقى تكون الوجبه المثاليه لهاي الناس. صح. بس انا هيفا ما ادري ايش ناكل الصبح مع انه احنا يعني ما عندنا سياقه بس انا هيفا الحمد لله عادي ممكن عادي. اي زين شيف سؤال ليش الناس دائما تفضل انه تتريق برا مو بداخل البيت؟ اول شيء الانواع بتكون اكثر. نعم. وفي اجواء مثلا بتكون احلى. اكيد اجواء اللي برا دائما بتكون احلى.
زين شيف انت احنا سالنا هذا السؤال قبل شويه. نعم. هل تحبين تاكلين صراحه؟ صراحه. هل تحبين تاكلين الريوق بمكان يكون كلاسي لو مكان شعبي؟ والله مكان شعبي حلو. شعبي. لانه بتلاقي الاكلات اللي انت بدك اياها والكلاسيك كمان حلو. اها. بس انا صراحه دائما اشوف انه الاكل الشعبي يعني مذاقه مرهوب. اطيب. مرغوب اكثر. ايه. اوكي. يعني مثلا اروح يعني ابسط شيء لما كنا نسولف على تركيا او صح. على مصر مثلا صح. تروحين يعني المكان كلش كلاسي ومرتب وكاي اوكي ريوقهم طيب يعني انت تاكلينهم توب 1 بس اكيد لانه مثلا الشيف يكون شخص مثل حضرتك متمرس وعارف الشغله ويقدم اشهل اطباق يعني اوكي لكن لما اروح مطعم شعبي ما اعرف المكان احس انه ينطي روح يختلف يمكن يمكن انواع تبعيتها بتكون مثلا انت بتاكلها بالعادل يعني بتكون مش شوفي يعني راح اقول لك اياها بصراحه كل ما الاكل يكون غير مو صحي كل ما يكون اطيب هذا الشيء احنا منتهين منه هذا الشيء اكبر غلط يا المشكله يعني كل ما يكون بدهن زايد كل ما يكون بملح زايد كل ما هاي الامور مرغوبه اكثر يكون اطيب صح اوكي لكن كل ما يكون صحي اكثر كل ما يقل يعني التيست مالته هذا الشيء يعني لازم طبعا زين انا ما اتوقع بصراحه بسرعه من الناس اللي تاكل برا دائما ما يفضلون الاكل الصحي لو هم مرات يجون ناس يطلبوه ما يرغبون بالاكل الصحي يعني بس ما يطلبوا بسرعه من ضمن الوجبات ما بتنطلب الا اللي عامل دايت واللي عم بيروح يمارس الرياضه انا هم مسوي دايت شنو اي واضح شكرا للشيف وعاشت ايدك على هذه الطبق الاطباق بصوره عامه عاشت ايدك احنا اكلنا وبكر ما شاء الله يمكن هسه شبع وراسا حيروح البيت ما اتوقع بعد يكمل الحلقه طبعا احنا خلينا يكون رابط ويا الهاشتاج بحلقتنا مال اليوم ويا الطبق اللي موجود عندنا حلقه الهاشتاج مال حلقتنا لهذا اليوم انه شنو الطبق الاساسي المفضل عندك وين تحب تاكله الاجابه راح تكون عبر صفحتنا بالانستغرام من خلال الكومنتات طبعا تقريرنا اليوم ايضا راح ننتقل له هميا يعتبر مربوط بالشغلات اللي احنا ذكرناها لان بيه عسل وبيه سمنه بلدي، سمنه بلدي احنا اللي نسميه الدهن الحر. نعم. من الموصل احد الاشخاص رجع حي مكان خلينا نقول بيه العسل وكل مشتقاته ومنتجاته وايضا بيه الدهن الحر. الدهن الحر صراحه اني يعني صح مو كلش اكله بس اني من عشاقه. نعم. خصوصا اذا تخلين دهن الحر فوق الباقله. اي عالم ثاني. خبزه النور هيجي والثرد وباقله وبشرفكم اي مطعم نروح له حطه فوق الباقله ثلاث بيضات، لا تحط بيضه، نظل نتعارك عليها كليتنا، حط ثلاث بيضات هواي حتى نستمتع بالموضوع. وهذا الدهن الحر فوقها غير عالم، والعسل ايضا دائما العسل الطبيعي يكون متواجد بالريوق من الشغلات الاساسيه اللي موجوده تروحون بالمطاعم هسه حتى المطاعم الشعبيه صاروا يخلوها بالمكانات الكلاسيك مثلا تلقي عسل وبصفه شويه نوتيلا بصفه مربى نوعين مثلا او لونين فتكون هواي اصناف لكن احنا للاسف اذا تعرف مكان ومتاكد من عنده مليار بالميه انه العسل مالته طبيعي هذا لا تفوته لانه العسل اللي دا يجي مثلا مغشوش اذا كان بالاسواق او غيرها اكو ناس تجيبه طبيعي سوبر ماركت اسواق غيرها تجيبه طبيعي 100% واكو ناس يجيبوه اللي هو بس ماي وشكر يعني اوكي هو من النحل لكن يعني احواض مال مي وسكر والنحل ياخذ هذا المي والسكر ويروح يخليه بالمناحل ويطلعون عسل اوكي لكن هو عباره عن مي وسكر ما بيه رحيق مال ازهار فإذا لقيتوا مكان بعسل أصلي لا تفوتوا خلينا نروح الموصل فات تقريبا نرجع مرة أخرى بالبداية تأسس تاريخ 1885 تقريبا بدأ بها جدي المرحوم الشيخ داوود والمهنة هي نفس المهنة كانت اختصاصنا العسل ودهن الحر
يعني يسمون مثل ما يقول بيت السمان، يعني عسل ودهن والأمور. واستمرينا بها، كان فترة اللي عاش بها جدي كان من المعمرين، يعني أكثر من 100 عام كان عمره، فهي نفس المهنة استمرينا عليها. جاء والدي بعدها المرحوم يحيى الشيخ داود، استمر على نفس النهج ونفس المهنة. وبعدها استلمنا نحن، من كنا صغار طبعا، من كنا أطفال، باشرنا بالمهنة نحن وأطفال واستمرينا بها، فصاعدنا خبرة متراكمة. والله بالحقيقة نحن عشنا في مناطق اللي كانت تراثية قديمة، منطقة الموصل القديمة يسموها، وساعات يعني أشوفوها بالتلفزيون تطلع يعني تحف فنية باي البيوت، فهذه أصبحت جزء من شخصيتنا. يعني لما فتحنا عيوننا على هذا الفرش الموصلي، الأقواس، النقش الشبابيك، المحجلات، فهذه انطبعت بذاكرتنا، صارت جزء من حياتنا. ولهذا حرصنا أنه لما عدنا إعمار هذا المحل، حرصنا أنه نرجع كل هذه العناصر على وضعها مثل ما كانت وأحسن من قبل، على الطراز التراثي. وما يمنع أنه ندمج الحداثة مع التراث، لأنه لازم نواكب التطور، فواكبنا التطور الحديث وحافظنا على التراث الأصيل الموصلي الأصيل. فهاي الأقواس تشوفها، هذه المحجل، الحماية كلها على الطراز القديم. كان هذا خراب تام، يعني ماكو محل، ماكو خان، ماكو أي مرفق منه إلى ما مدمر. ولكن الله سبحانه وتعالى مكننا جهود الخيرين الطيبين أن نعيد بعض الشيء الذي كان لازم يوحي لأهل المدينة بأنه هذا كان أصله وتراثه. فكثير بذلنا جهد أن نصل إلى هذه المرحلة، لأن ما من ناحية بس يعني كباب رزق أو كدعاية أو شيء، لا، بس الكل تتمنى أن تتذكر الماضي، الشيء الذي ذكر الماضي ما يصير بالخيال والوهم، لازم أكو شخص قدامك، إما أن يكون قديما أو يعاد مثل ما كان بالسابق، ربما يكون أفضل. حتى الإنسان ربما هاي الأجيال نسيت ماضيها، بينما غير عالم متمسك بهذا الشيء. حتى الطفل الذي بعد ما ولد ويولد الساعة بباله لمن يوعى على الحياة، لأنه عنده ماضي ما يصير يكون سائب. تاريخ هذا المحل، تاريخه من 1885، هذا الذي نحن الذي سمعناه، والشواهد الذي السوق والقدماء من الجماعة الذي بقوا. السرايس سوق قديم، وهذا المحل اللي عاد تذكره محل يحيى الشيخ داود، محل اثري يعني تاريخي. احنا اطفال كنا نجي، جدهم الشيخ داود نفسه كان يصنع الشربت من الطحلق ومن هالشغلات هذه، وما لا يخلي له اصبع ولا يخلي له على الطبيعه، يعني كنا، وكان يكرم الناس يعني ما بس يسقيهم الشربت. واشتغلوا بالعسل، العسل كله يجيهم من الشمال درجة أولى. البيزة هم تجيهم من أربيل. هذا لا تاريخه، أنا سمعته من والدي ومن يعني الشيخ داود عاصر جدي 50 سنة، ويحيى الشيخ داود عاصر والدي 50 سنة، هاي 100 سنة، وأنا باسل الشيخ داود عاصرني 50 سنة، هاي 150 سنة.
رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير الكامل عن العسل. أغلب الناس يفضلون دائما أيضا العسل تكون من وجبة الريوق، وأيضا يعتبروه دواء دائما على الريق، يعني قبل الريوق يأخذون خشوقة كوب ويأكلون العسل ويا ماي حار يخلوه مرات. أهم من حتى يذوب زين، ماي دافي مو حار يعني، ويشربه الصبح عريق يعني. وأيضا دائما الناس تفضل ويا الشاي، ما يحطون السكر الأبيض العادي ولا حتى الأسمر، دائما يفضلون خاشوقة عسل. صحيح. يخلوها ويا الشاي صحي أكثر، بالذات الناس اللي عندهم سكري دائما يعني أيضا شوية يفضلون العسل، لأنه السكر مالته يكون طبيعي أكثر. يلا احنا راح نعطيكم الجو حتى احنا ناخذ راحتنا بالاكل. باي بنات. باي. شكرا لكم هيفاء وبكر. خلينا نشوف شنو الهاشتاجات اللي موجوده عندنا من تفاعلكم على الانستغرام. اكو هاشتاج موجود عندي اللي كلش حبيته، مكتوب ليش راح تعزمون على الريوق وما تعرفون وين؟ اي والله يعني يا ريت ان نقدر نعزمكم على الريوق، او انتم همين تعزمون على الريوق، بس قولوا لي وين وش راح تاكلون. شنو عندك بعد هاشتاجات رولا اللي حبيتيها من سؤالنا اليوم؟ هو أنا حبيت التركيز على الأكلات العراقية اللي كلش كلش يعني أصلية. شو بنقول؟ باقي له دهن وياها ثلاث بيضات، يعني حددت ثلاث بيضات. اللي ريت اقولها هيفاء لماما ما تسوي لي البيض وياه شنو، باقي له دهن. باقي له دهن بس لما اخويا يجي من السفر ماما تسوي لي باقي له دهن. اعرف راح ترزليني بس ارجع للبيت، بس ما يخالف. ما اعرف اذا شفتي لما تقولين شيء او تفكرين بشيء راسا يرجع عندك، يطلع عندك بصفحات التواصل الاجتماعي، فصرت شويه اخاف من هالموضوع. حتى لما احنا نسولف على موضوع سمو قاعد نسولف على الريوق، على طول حتلاقين انه يطلع لنا الطبقات ودعايه منا ودعايه منا، عبالك احد قاعد بنصنا وده يتجسس على الموضوع. فعلا هذا الموضوع جدا يخوف، وخبر حلو انه سمعناه اليوم حتى بس نحط وعي على هذا الموضوع. بعد خلينا نشوف تبارك ببغداد متواجدة اليوم مباشرة بقاعات دائرة الفنون حتى أو لتطلعنا على ما يجري من معرض العشتار الدولي، واللي تشارك به خمس دول وهي المملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن بمشاركة 80 فنان. خلينا ننتقل عن تبارك. صباح الخير. صباح الخير مين، صباح الخير ولا، صباح الخير والعافية على كل متابعين صباح الشرقية. تبارك شنو الوضع عندك؟ دا أشوف أنه ما شاء الله المكان مليان ناس والطاقة جدا جدا حلوة، فممكن تخبرينا اللي قاعد يصير هناك؟ طبعا اليوم احنا متواجدين بقاعة عشتار اللي نظمت هذا المعرض بعد غياب طويل بسبب كورونا، وهذا يمكن المعرض الأول ببغداد بعد غياب طويل، فانطوا للفنانين حرية التعبير واختيار الأعمال بحرية، ما تقيدوا بثيمة معينة، وأيضا كانت اكو مشاركة واسعة من العديد من الفنانين التشكيليين وأيضا من مختلف الدول العربية، ومشاركة 80 فنان، فهذا يعتبر المعرض يعني عودة بعد غياب ومتنفس للفنانين. تبارك دا اشوف الفن اللي وراك جدا جميل، من اللوحات اللي قاعد تشوفيها اكو فد لوحه لفتت نظرك اللي ممكن مثلا تقولي لنا لما شفتيها ليش لفتت نظرك وليش هي من احلى الفنون اللي شفتيها؟ طبعا ميس هنا اللوحات كلها جميله، كلها مختلفه، بها الوان حيويه، بها فطاقه يعني عجيبه غريبه، من تباعيها تحسين بطاقه مو طبيعيه، بالاضافه لانه المكان مليان بضيوف، يعني اكو نخبه من الفنانين بغداد مو طبيعيه، لانه مثل ما تشوفين ورايا انه القاعه مليانه فنانين، سواء فنانين او كانوا غير فنانين، بس الناس متعطشه ويحبون يتذوقون هذا النوع من الفن، مثل ما نشوف انه اكو الوان مختلفه، اكو لوحات مختلفه، مواضيع مختلفه، وايضا شفنا اكو لوحات تجريديه كلش هوايه، ويقدر انه كل شخص يعني يفسرها بالطريقه اللي هو يحسها او يفكر بها. طبعا هسه راح اخذكم جوله حتى تشوفون الاجواء وتشوفون المعرض وياي، فخلينا نلتقي هنا باول فنانه. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. على حضرتك فنانه تشكيليه اسيل سلوان. اسيل اريد تحكي لي شويه عن اللوحات، شنو مشاركتك كانت اليوم؟ مشاركتي اول لوحه اشارك بها عباره عن زجاج ومقطره خشب، كلها عمل يدوي انا اللي مسويتها، حبيت اوضح بانه المراه البغداديه دائما تبقى قويه. حلو، يعني مثل ما نشوف انه اكو شايله اشياء ثقيله على راسها. بالضبط، هو انا اريد اوصله
بانه المراه البغداديه خاصه كلش قويه. حلو، ايش قد استغرق وقت منك هذا العمل؟ ساعه ونص. شو المواد اللي استخدمتيها بي؟ المواد اللي استخدمتها الوان بيبو، طبعا كلش لزجه ومتعبه بالشغل وثنر ويعني حلو. زين انت كشابه يعني اليوم ومثل وجود هيك معارض شنو يضيف لك او شنو يفيدك؟ طبعا هاي اول تجربه لي. حلو. بس انا قبل مشاركه مهرجان دوليه بس خارج العراق، اول مره اشارك انا من اقليم كردستان شاركه ببغداد، حبيت المشاركه كلش حلوه. اهلا وسهلا بك حبيبي. حلو، شلون شفتي الاجواء اليوم بالقاعه؟ كلش حلوه، كلش حلوه، كلش عجبتني. حلو، زين شنو بعد مشاركتك؟ فقط هذه اللوحه؟ فقط هاي اللوحه. حلو، ان شاء الله شفت المشاركه. ان شاء الله، ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله. شكرا لك. طبعا اكو لوحات هوايه مثل ما نشوف، خلينا ننتقل الى القسم الثاني اللي هو اللوحات اللي مشاركين بها من الدول العربيه حتى نشوف مشاركاتهم. طبعا هم ما قدروا يحضرون بسبب كورونا، لان تعرفون الطيران يعني مسدود فما قدروا يحضرون، فراح نشوف لوحاتهم ونشوف هنا لوحات ونشوف انه اكو ناس يعني تمثلهم حتى لو هم كانوا موجودين. مرحبا. صباح الخير. بداية اريد تحكي لنا شوي عن اللوحات المشاركه هنا. انا ما اقدر اصلح ايش. نعم، ما اقدر اصلح ايش. ها العفو، اسفه، شكرا لك. طبعا هنا نشوف واي لوحات ونشوف واي اكو ناس مشاركين، دا تشوفون انه كلش ازدحام ورايا وهواية اكو ناس متعطشه لهذا النوع. طبعا اكيد كل واحد له ذوقه الخاص وله اختياره الخاص باللوحات وباللوحات اللي يحبها او يرغبها. خلينا نلتقي هنا باحد الاشخاص. مرحبا. صباح الخير. مرحبتين. صباح النور. نريد تحكي لنا شنو رايك بهذا المعرض اليوم؟ والله هذا واحد من المعارض اللي يعني الكبيره. قبل ايام كان هناك معرض الواسطي، المعرض الكبير الدولي، شارك فيه معظم فنانين العراق، واليوم امامنا هذا المعرض بكافه الوانه وكافه تشكيلاته، يعطي انطباعا واضحا عن انه الثقافه في العراق قادمه بقوه وعائده ان شاء الله للظهور مره اخرى. ان شاء الله. شلون شفت الاجواء والحضور اليوم؟ ممتاز. اليوم عندنا معالي وزير الثقافه، اللجنه البرلمانيه باغلب اعضائها. شنو اكثر لوحه عجبتك هنا او جذبتك لفتت نظرك؟ اكثر من لوحه يعني رسم تراجيدي، رسم واقعي، اكثر من لوحه يعني لوحات عديده، ما اقدر اميز لوحه عن اخرى، يعني واحدة أحلى من الأخرى إن شاء الله. فبالنتيجة المعرض بشكل عام يعني يوحينا بأنه معرض متعوب عليه جدا، والفنانين أدوا دور مهم جدا في لوحاتهم، وهذا يعبر عن أنه الثقافة العراقية قادمة بقوة إن شاء الله. حلو، شكرا لك. شكرا جزيلا، نورتنا. طبعا مستمرين بجولتنا حتى نشوفكم المزيد من اللوحات. مرحبا. صباح الخير حبيبي. صباح النور. اريد نعرف عندك مشاركه اليوم؟ اي نعم عندي مشاركه. حلو، اريد تحكي لنا شوي عن مشاركتك بالمعرض. اني كانت مشاركه رسمت امراه وكممت عيونها، القصد من هذا انه هو كسر لحواجز الصمت وتحدي للمواقف اللي تمر بها المراه العراقيه. حلو، ليش اخترتي تجسدين المراه تحديدا؟ لان المراه هي روح الحياه، هي روح المجتمع. حلو، ليش كنا عن الخامات اللي استخدمتيها؟ أنا أستخدم أكريليك على قماش أكثر شيء، زيت أستخدمه بس أكريليك أكثر الأحيان. زين أنت كفنانة عراقية اليوم شلون تشوفين هذا المعرض لكم كفنانين بعد غياب طويل يعني بسبب كورونا؟ هذا معرض حلو بصراحة، وإحنا يعني رغم الوباء اللي صار لكن ما انقطعنا، بقينا متواصلين، حتى المعارض كانت إلكترونية مستمرة. حلو، شلون شفتي ردات فعل الناس على اللوحة تحديدا يعني لوحتك؟ والله بصراحة يعني هواي نعجبوا بيها، لأن حتى كل واحد يفسرها بتفسير معين، يعني هي عدة معاني بيها. صح حبيبي، شكرا لك. مرحبا. صباح الخير. طبعا هنا من جمعين دا يسولفون، شيتنا عليكم. صباح الخير. هلا، صباح النور. عندك مشاركة اليوم؟ لا. ها حلو. يعني أنت اليوم جاية كمتلقية، أريد أعرف رأيك بالمعرض. يعني هسه هذا مباشر مثلا؟ اي مباشر طالعه ويانا انت. صباح الخير. اريد اعرف رايك بالمعرض، شلون شفتي المعرض؟ شنو اللوحات اللي عجبتك؟ حبيبتي انا بعدني ما شفت المعرض، سوري. مبدئيا شفتي شيء؟ انا دخلت للمعرض وهسه دا اريد اشوف، بس واضح انه اعمال جميله، معرض جميل. شكرا لك وان شاء الله تستمتعين بالمعرض. شكرا. مرحبا. صباح الخير. اهلا وسهلا. هلا حبيبتي، هلا وقلبي، اهلا وسهلا. تحكي لنا عن اجواء المعرض، شلون شفتي الاجواء؟ الاجواء كلش جميله، وهو هاي يعني حركه واحياء لحركه الفن التشكيلي العراقي.
بالأخص وأنه الأعمال الموجودة كلها تنتمي إلى الحداثة، يعني غابت عنها الانطباعية، غابت عنها الرمزية، فأعمال تعبر عن يعني خلاص الإنسان طلع من محنة داعش، محنة كورونا، وإجى حتى يلون حياته ويلون المشهد الفني التشكيلي. ومبروك لدائرة الفن التشكيلي أن تحتضن معرض في أعمال من سوريا. مشاركة اليوم؟ أنا صحفية كاتبة وقاصة عراقية، يعني مهتمة بالفن التشكيلي. وأنا مهتمة بالفن التشكيلي. شنو أكثر شيء جذبك بالمعرض؟ شو شفتي فضاء اللوحة ألوانها؟ أكو أعمال لأساتذة بالمعهد فن التشكيلي وأساتذة بالكلية كلش عجبتني. ليش؟ لأن مستحضرين الحضارة العراقية ومستحضرين المدرسة البغدادية، يعني أكو دمج، وهذا هو تحفيز للشباب العراقي يعني اللي داخل هسه هو بساحة الفن التشكيلي العراقي. تعرفين هواية أيضا المدرسة الحديثة وما بعد الحداثة كانت نعم. طاغية هواية، فشو رأيك بهذا النوع الفني اللي يعتبر شوية نوعا ما جديد؟ نعم، هو هذا الفن يعني عبر عن الشباب الحالي وتعبيره عن، لأنه ما يقدر يرسم هسه انطباعية، الطبيعة مالتنا يعني انزوت وتراجعت بعد، خصوصا بعد 2003، فالطبيعة هي ما موجودة، فلهذا ما تلقين هسه أي عمل ينتمي إلى الانطباعية، تلقين أعمال منتمية إلى الحداثة، أعمال معاصرة هي. لكن شنو أكثر لوحة عجبتك أو جذبتك؟ لوحة الدكتورة شذا، هي مدرسة في معهد الفنون، عجبتني لأن مستحضرة مدارس بغدادية، وهذا الشيء كلش جيد أنه المدرسة البغدادية اللي أسسها جواد سليم أنه نستحضرها، لكن نستحضرها كل من بأسلوب وشخص بطريقته، يعني أي كل واحد بطريقته، وهذا الشيء جيد، يعني مو نقل وإنما استحضار للقباب البغدادية اللي تعبر عن المساجد، البيوت البغدادية، بالإضافة إلى أكثر لوحة عجبتك هنا شنو اللي عجبتك بها تحديداً؟ أنا أحب الألوان الذهبية وأحب القباب، كلش أحب القباب. مبين عشان ما ملابسك تحبين ألوان زاهية. إي أحب القباب، يعني كلش حبيت يعني الأعمال اللي بيها من المدرسة البغدادية، كلش أحبها. وأحب الأبيض والأسود أيضا، لأن هو يعبر عن صفاء الروح، يعني بدون ألوان، بدون يعني خربشات، لما تكون أكو تخطيطات وأكو، وبعدين أكو يعني عدة شخصيات هنا جاية بهذا المعرض، وهذا كل الزين، يعني من مثل ما مزج. أكو مشاركة واسعة وأكو مشاركة ودمج، أكو دمج لعدة اتجاهات وعدة أساليب، وهذا شكراً لك طبعاً. أهلاً وسهلاً وداد إبراهيم جزيلة. صحفية وقاصة طبعاً، مثل ما قالت أنه طغى على المعرض أنه طابع الألوان، المعرض بيه ألوان عديدة، بيه ألوان مفرحة، هالمرة كانت تجربة مختلفة لأن الفنانين اختاروا الألوان المفرحة اللي تعبر عن الفرح وعن السعادة، والألوان اللي تكون زراقات وتكون هادئة وتنطي إحساس بالهدوء، فهذا الشيء كلش حلو. فخلينا نشوف بعد هنا الفنانين، طبعاً أكو واقفين يم لوحاتهم. مرحباً، صباح الخير. عزيزتي نريد نعرف انت اليوم مشاركه بالمعرض؟ نعم مشاركه. حلو، احكي لنا عن تجربتك شويه. طبعا اولا يعني حابه اقول انه من يعني من سعادتي انه شاركت بعملي، طبعا شاركت بهذا حلو. العمل العمل المميز، وهو العفو عمل رساله، هو طبعا ايدي رجاء لا ستي طال علي بيان طال علي بيان انت حاليا نريد تشرحين على اللوحه شنو الالوان والخامات اللي استخدمتيها، بدنا نشوف اكو بها شغلات بارزه. هذه طبعا اني دائما من اقوم بانتاج عمل دائما داخله رساله حلو. يعني من خلال متابعتي للصحف والاذاعات الغربيه وبعضها ايضا العربيه ألاحظ تنال من بلدي، فهذا يعز على كل فنان مخلص. يعني أنتم كفنانين تحبون تنقلون صورة إيجابية عن بلدكم؟ عن بلدنا طبعاً، أنه خاصة وراء السقوط، طبعاً وراء السقوط هناك أكو صار تطاول على هذا البلد العظيم. يعني أريد تحكينا الألوان اللي اختاريتها، ليش اختاريت هاي الألوان اللي تكون زاهية والدمج بيها؟ أنه هذه الرسالة، أنه حضارة العراق وتراثه هي رمز الإبداع والتميز. حلو. فحبيت أتناول أغلب الصور اللي ظهرت في يعني نشأة العراق، وهي تلاحظين هذه الألوان تشير إلى الحقب، هناك اللون الأحمر والبرتقالي. تشبه الرسوم اللي موجودة على الآثار. نعم. فهذه يعني إحنا يعني أعظم إنجاز حدث في العراق هو الحرف. الحرف صحيح.
هو انار الدنيا وانار العالم، عربي ولا اوروبي ولا اي مكان، مو نعم. فانا حبيت انه اضع الحرف العراقي والعربي العراقي في قمه عملي، وهذه الاثار تشير على الحقب والازدهار والعمار والرموز الحضاريه اللي موجوده اللي حدثت في بلدي. ولكن رغم هذه انه الالوان، هذه الالوان الغامقه تمثلت بالحقب الشبه مظلمه مرت على بلادي، ولكن رغم يعني انا وحمد جسدتي بها عده مواضيع وعده نعم. حقبات وعده امور، فحلو من نشوف هيك شيء وهيك افكار نعم. بهذه الطريقه الحلوه. شكرا لك نواف. شكرا عزيزتي دكتوره شدا جمهور استاذه في معهد فنون جميله. اهلا وسهلا. طبعا حلو من نشوف انه هيك مشاركات نسويه واسعه، خصوصا هيك معارض نساء عراقيات مبدعات قدروا يطلعون طاقاتهم كلها بهذه المعرض. خلينا نشوف هنا. مرحبا، صباح الخير. سلام الشرقية. تعرف على حضرتك؟ حسن الكيف، استاذ جامعي وفنان تشكيلي. حلو، اريد اعرف شنو رايك اليوم انت بالمعرض؟ والله اليوم مؤسسه عشتار يعني قدرنا ان ننتصر على جائحه كورونا، وهذا الحضور الجميل، حضور عوائل، حضور فنانين، حضور اعلامي مميز، وحضور الشرقيه اليوم هو اجمل حضور. شكرا. حقيقه مؤسسة عشتار للثقافة. زين، أنا أعرف منك أنه اليوم إحنا ذكرنا أنه أكو أكثر من دولة مشاركة بالمعرض، بس شفنا غياب للفنانين، شنو السبب؟ والله غياب الفنانين أكيد السبب أنه حظر الطيران بدولهم، ولا إحنا داعيهم للحضور قدروا أنه يرسلون لوحاتهم هذه اللي خلفي، ومن خلال مشاركة أكثر من 4 دول وهي الأردن وسوريا وفلسطين والسعودية من خلال فنانيهم والمبدعين، وحقيقة هاي تحية لهم لمشاركتهم أهمنا. تبارك إذا تسمعيني، تبارك. حلو، يعني ما قدروا يجون بس مشاركاتهم موجودة. تبارك ويانا أقل من دقيقة. موجودة والحمد لله. العفو له. أوكي، أسمعت واضح. طبعا اريد احب اذكر المشاهدين بهاشتاج البرنامج انه ما هو فطورك المفضل وين تحب تتناوله. طبعا هذا السؤال لك هم. والله انا احب شنو فطورك المفضل؟ احب البيض بالبصل. الله. اي يصير قلي، واكيد ام عمران حبيبتي زوجتي. زين، وين تحب سوريا. العاده انه تتريق؟ والله بالتاكيد اي نعم، انا دائما بالمرسم مالتي، انا حلو. من مدينه المحاويل، مرسمي موجود ودائما اصعد للفطور فوق. حلو، يعني بين اللوحات والالوان. اي اكيد اكيد، استعمال الشوكه يعني من اتريك وياها الشاي العراقي ما نقدر نستغنى عنه. اي بالتاكيد. قلت لك هذا الشيء يمكن يحفزك من الصبح فد الهام. طاقه ايجابيه كبيره، لانه الرسم الصبح من اجمل طقوسي قبل ما اروح للدوام. حلو، طبعا مثل ما نعرف انه خصوصا بالعراق كل مكان وكل محافظه لها طقوس معينه بالريوق، وكل منطقه تختلف اجواءها من منطقه الى اخرى. يعني شكرا تبارك، يعني تغطيه جدا جدا حلوه، وبالعكس لما نشوف هالفعاليات الجميله اللي تصير حاليا ببغداد بالرغم من الوضع الحالي، هذا الشيء يعطينا فعلا امل، وانه ان شاء الله كل الفنانين يكونون متواجدين قريبا بهالانواع من الحفل. بس تبارك عندي سؤال لك، سالناه الكل اليوم، انت شنو فطورك المفضل وين؟ اوكي، والله بصراحة أنا فطوري المفضل يعني كأي عراقي باقلة بالدهن، احنا عندنا حالة عشق ويا الباقلة بالدهن، هذا الريوق البغدادي المعروف يعني عندنا هنا، هواي اكو أماكن مختلفة خصوصا هاي الأماكن اللي بيها الأجواء البغدادية القديمة، هي هاي يمكن من أطيب المطاعم اللي تسوي هذا الفطور تحديدا. صحيح، شكرا جزيلا تبارك، ونشوفك بتقارير ثانية قريبا. يلا ألف عافية، إذا رايحة هسه تتريقين ريق متأخر، ونشوفك على خير إن شاء الله. شكرا لك. وصلنا طبعا وياكم إلى آخر فقرة ويانا لليوم، وهي فقرة الهاشتاج البرنامج، تفاعلكم عبر الانستغرام عن السؤال اللي توش سألتيها لتبارك، إني شنو هو فطوركم المفضل والمكان اللي تحبون تاكلون به. خلينا نشوف التعليقات اللي وصلت لنا من خلال الهاشتاجز اللي موجودة. الناس هواية شاركتنا اليوم الموضوع، لأنه فعلا الموضوع حلو مشوق. إيه مشوق جدا، ويجوع. باقي له بدي أنا هسه أول ما أرجع للبيت أول شيء راح أكله وباقي له بالدهن. ماما حضري الريوق لو سمحتي. أول تعليق وصلنا بالهاشتاج هو أحلى مكان إنه تقابل الصوبة وجيمر عرب ومربى. الله الله، الله.
يعني احنا مو وقت صوفة عندنا، بس انه بالعراق اكيد هسه وقت الصوفة، واطيب شيء هو الجيمر. واخوي زياد هو اصلا من محبين الجيمر والراشي، او الدبس والراشي. الدبس والراشي. ثاني هاشتاج وصل لنا او تعليق وصلنا، مشويات بالبصرة القديمة احلى قاعدة. اكيد طبعا القعدات الجميلة دائما تكون موجودة بالعراق. جيمر عراقي والصمون الحار والعسل بالحديقة. انا راح اجعت كلش جعت بعد. واحلى شيء الريوق بالحديقة، يعني هذه انا اوافقك الرأي. خلينا نشوف اخر تعليق اللي اختاروا لنا اياه اليوم. والله بشارع والله بشارع الشانزليزيه بقهوه ابو عبدو اكل كعك وحليب. احلى شارع الشانزليزيه ببغداد تاكل كعك وحليب. هذه الهاشتاجز اللي وصلت لنا اليوم. رولا طبعا شو راح تتريقين انت اول ما؟ انا كل الافكار اللي اعطوني اياها محتاره، يعني هسه بديت افكر اروح دبس وراشي، لو اروح جيمر، لو باقي لها بالدهن مثل تبارك. بس حبيت بس اختم بكلمه انه فعلا فعلا بلدنا بي كل يوم شيء حلو، ان كان من الموائد اللي بي، من الثقافات. يعني شوف احنا اليوم بدينا من اربيل، رحنا تقرير الموصل، رجعنا لبغداد. يعني فعلا انا احس لما اخلص البرنامج واطلع احس انه فعلا بلدنا بي هواية اشياء حلوه، وتثبت انه احنا كل يوم قادرين ننطي طاقه ايجابيه للعالم. ولما الناس يجون علينا يقولون انه انتم اكلكم كلش طيب، هسه افتهمت ليش. اي والله صدق اكلنا طيب. هذه كانت فقرتنا وفقراتنا اليوم في صباح الشرقيه. نذكركم تتابعونا من الاحد الى الاربعاء كل يوم الساعه 10:30 الصبح بتوقيت بغداد. خلي بطنكم يكون مرتاح ومليان بالجيمر، بالدبس، بالراشي، بالصمون وبالكعك. وبالعافية عليكم الريوق، وأقول لكم صباح الخير.